الخبر الأول وهو إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء. وأوضح خلال مخاطبته النسخة الأولى للمنتدى السنوي للمبادرة أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل نوعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص وفقا لرؤية المملكة 2030. وقال ولي العهد أن هذه الحزمة والمبادرات ستكون بمثابة خارطة الطريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.